إلى أي مدى كل ذلك ربما ينذر بأن المخاوف لا زالت قائمة سيدة نادين؟ نعم، الذين تم إقصاؤهم 12 من الجيش الذين تم إقصاؤهم، تم إقصاؤهم بناء على شكوك في يعني ليس في نواياهم، وإنما قالوا شيئا ربما لا يتماشى مع الوضع السائد حاليا فسبب القلق، ولكن ليس هناك من أي اتهامات لهم، ليس هناك من أي شيء مؤكد بأنهم على ارتباط بأي جهة إرهابية داخلية، وإنما لمجرد الشكوك ربما تفوهوا بشيء لم يكن لائقا أو نشروا شيئا لم يكن لائقا، ولكن هذه الظروف لا تحتمل المجازفة فتم إقصاؤهم. التحقيقات جرت، يعني مفروض أن يكون اليوم الوضع مستقر، هذا ما يريدنا حتى الآن، ولكن لا يمنع أن الترقب قائم واحتمال مفاجآت قائم، ولكنه يبدو ضعيفا نعم. وفقا لما يعني وفقا لما حدث من تحقيقات أمنية سابقة على مدار 10 أيام طيب السابقة. ابقي معي إذا سمحتي، أنتقل